صدر قراره أتلنا وفزنا مركز النخبة هنا. أبشروا يا قحطان الفوز صدر قراره أتلنا وفزنا مركز النخبة هنا. أخذنا على كل الرجال بجدار حنها للطيب حنا حنها للفوز حنا. ثاني بدع القصد حظنا شام عدى ما دارت.
الحمد لله المتفضل بالعز والإجلال والمتفضل بالعطاء والإفضال مسخر السحاب الثقال جل عن مثل ومثال وتعالى عن حكم الفكر والخيال قديم لم يزل ولا يزال والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ما غرد في الأفق طير بلا محال. أصحاب الفضيلة والسعادة، شيوخ القبائل والعلماء، وأعيان المجتمع، ووجهاه الأفاضل، ضيوفنا الكرام، أيها الحفل الكريم، ليلة فاح فيها المسك وتعطرت أجواؤها بحضوركم وسطرت إنجازاتها بحروف وذكرى بهذا المكان، فأرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحفل الكريم، إنجازات تتتالى وفوز يعقبه فوز، كيف لا؟ ونحن نحتفل في هذا المساء بقائمة من الإنجازات وتكريماً بفوز من حقق المراكز في النخبة والمراكز الأولى في مسابقة أم رقيبة لعام 1435، وهم الشيخ عمير بن فهد الروق القحطاني الحاصل على النخبة في فئة الوضح، والشيخ ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري الحاصل على النخبة في فئة المجاهيم، والشيخ محمد بن عايض بن ضبية الحاصل على المركز الأول في فئة الصفر 40. وخير بداية لكل بداية واحتفال كلام المنان وتلاوة عطرة من كتاب الله ننصت لها جميعاً مع المهندس محمد الكميم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن
علينا حسابهم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، كلمة لشيخ ملأ الأفق بعلمه وسطر بشعره ملاحم من العزة والفخر، بتواضعه ومحبته شغف القلوب. إنه الشيخ عايض بن عبد الله القرني، فليتفضل مشكورا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي مشايخ القبائل وطلبة العلم والأعيان والحضور الكريم. يقول الباري سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ويقول عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم وآدم من تراب. أيها الحضور، أنا إذا حضرت تشرفت أن أحضر عند قبيلة من قبائلنا، قبائل المملكة العربية السعودية، وأقول بالجنوبي: وين بارك القحطان المغاوير يا رأس العرب، يرزف الهول من قحطان والريح تاقف في جدرهم، والتواريخ تكتب باسمهم والسجل بعلمهم. وأقول: قحطان للأوفياء افخر فما أحد، قحطان للأوفياء افخر فما أحد إلا تمناك خالا واشتهاك أبا، وكاد يحكيك صوب الغيث منسكبا، لو كان طلق المحيا يمطر الذهب، والليث لو لم يصد، والشمس لو نطقت، والدهر لو لم يخن، والبحر لو عذب. من منهجي إذا حضرت أذكر مناقب القبائل والأشخاص والمؤسسات، أما السلبيات فنتركها لمن يتصيد أخطاء القبائل، ويتصيد أخطاء المسؤولين وولاة الأمر، ويتصيد أخطاء الدعاة والعلماء، لأن المتنبي يقول: افخر فإن الناس فيك ثلاثة: مستعظم أو حاسد أو جاهل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وهذه القبائل هي التي أسست عليها المملكة العربية السعودية. انظروا هنا: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم التوحيد وعلم الوحدة، سرنا أسرة واحدة لا تفرقة لا عنصرية لا تحزب، نحن نكون أعظم بلد في الدنيا، بلد التوحيد والإيمان والرسالة والدعوة. ما هو أول تراث لنا؟ ما هو أول تراث لنا قبل المدخرات، قبل الآثار، قبل الأخشاب، قبل الطين، قبل الصوف؟ أعظم أثر الوحي المقدس من غار حراء. ولهذا يقول شاعرنا من المملكة العربية السعودية بالفصيح: إذا تفاخر بالأهرام منهزم، فنحن أهرامنا سلمان أو عمر، أهرامنا شادها طاها، دعائمها وحي من الله لا طين ولا حجر. التراث أمجادنا، التراث أمجادنا بالفخر والداوجة. من تخلف عن تراثه عليهم سجله، شاقني برق سرع في مخايل أسحاب، كن فيه سيوف عبد العزيز مسللة. اجتمعنا على التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعندي رسائل ومسائل. أول مسألة: لن نسمح، وأنا أوجه الخطاب لولاة الأمر ومشايخ العلم ومشايخ القبائل، لأن ولاة الأمر ومشايخ العلم والدعاة ومشايخ القبائل هم صمام الأمان، لن نسمح لسفيه، لن نسمح لطائش يفرق كلمتنا أو يعتدي على قداستنا أو يثلم توحيدنا أو وحدتنا. نحن عاهدنا الله لحمل علم التوحيد، نحن أسسنا أعظم حضارة، نحن خدام العقيدة، نحن أنصار الإسلام، نحن الذين أخرج المجاهدين والفاتحين من المملكة، من وطننا، من مهبط الوحي، فتح العالم وانطلقت الدعوة ومضت لا إله إلا الله ومضى رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن تحت، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكل سفيه نقول: اخرس واصمت واسكت، وإن لم يرتدع كما قال العلماء اليوم
يقاد للقضاء وللمحاكم، لأنه يريد بالتوحيد الإساءة والوحدة الوطنية، أو لولاة الأمر أو مشايخ العلم أو مشايخ القبائل أو الفضلاء أو الشعراء أو الأدباء أو الأعيان. فأحيي من هذا المنبر كل من يسعى لاحترام التوحيد والوحدة، مشروعنا التوحيد والوحدة. ثانياً، أبارك للفائزين سواء في قبيلة قحطان الماجدة الشهيرة الأم الكبيرة أو في القبائل الأخرى، وأقول إن مزائن الإبل مشروع حضاري ومشروع ناجح ومشروع نافع ومشروع مفيد، جزى الله خيراً على من قام عليه، لأنها قدرت الثروة الحيوانية فيه واحترمت الإبل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كيف خلقت، واحترم كسب الإنسان، واغتنى أناس ووجد أناس واستفاد أناس. الثالث، أقول لكم من هذا المنبر إن على الوسطية حكاماً ومحكومين. نحن في المملكة العربية السعودية نمتثل قول الباري: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلن نسمح لطائفتين، الغلاة المتطرفين القتلة ولا المتحللين من الدين، السابين لله، السابين لرسوله صلى الله عليه وسلم، المستهزئين بالسنة، المستهزئين بالشريعة. نقول نحن حماة التوحيد بإذن الله، كما كان أجدادنا وآباؤنا نبني، كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل فوق ما فعلوا بإذن الله. قوم أبوهم سنان حين تندبهم طابوا، وطاب من الأولاد ما ولدوا، لو كان يقعد فوق الشمس من كرم، قوم بآبائهم أو مجدهم قعدوا. ثم أبارك رابعاً لمن فاز هذه الليلة، الفائز الناجح نحبه في الإبل، في الشعر، في العلم، في الكتابة، في الهندسة، في العسكرية، نحييه ونقول تقدم أنت بجهدك، بمالك، بحلالك، بعرقك. والفاشل لن ينظر إليه لأنه لم يساهم في بناء الوطن، فنقول مبارك ونحن مع الناجحين إن شاء الله. وأعظم فوز، اسمعوا، أعظم فوز يحكم به الباري سبحانه، تذكروا هذه الآية: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله يجعلنا وإياكم من الفائزين سبحانه وتعالى. خامساً، مرحباً بالشعراء والأدباء الذين يمجدون قبائلهم. لك أن تثني على قبيلتك وعلى تاريخها وعلى مجدها، ولا تتعرض لأي قبيلة أخرى إلا بالتكريم والحفاوة والإعزاز. نحن كما قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الفخر بالدين ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها، بولها في النار وبلال يسقى سلسبيل، قرة الحكمة وربك تولى شانها. ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى، ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم، وسلمان في الفردوس من خراسان. ترى أبو لهب، تعرفون أبو لهب؟ ترى قرشي، هاشمي، عربي، نسيب، حسيب، أصيل، وجيه، صاحب ثرى، صاحب مال ورئاسة، لكن الله لعنه، لكن الله كبته، لكن الله خذله، لكن الله سبه، لكن الله أدخله النار لأنه عارض لا إله إلا الله. بلال بن رباح حبشي، مولى، فقير، خادم، مسكين، لكن رفع لا إله إلا الله فأكرمه الله، ورفع راسه وشرح صدره، فسار بلال بن رباح شيخ لنا وقائد من قادات المسلمين. إذن فأقول أيها الإخوة، الله الله، لا قبيلة أشرف من قبيلة ولا فرد أشرف من فرد. قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلنا نكون في المملكة العربية السعودية قبيلة واحدة بعد عالم التوحيد والوحدة، شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، كلنا أسرة واحدة. والله ما مشيت شرقاً ولا غرباً ولا شمال ولا جنوب، وكل ما حصلت للعقلاء من مشايخ القبائل من الأعيام الأدباء وذكروا قبيلة إلا قالوا أنعم وأكرم. فأنا أقول لكل القبائل: أنعم وأكرم. وأنادي الجميع أن ينظرون إلى المحاسن، لا تنظر إلا إلى الإيجابيات، لا تنظر إلا إلى الفضائل. يقول ابن تيمية شيخ الإسلام: بعض الناس كالذباب لا يقع إلا على الجرح، الذي يقع على السيئات والسلبيات ذباب، أما الذي يختار
فهذا فاضل وهذا شريف. كن جميلاً ترى الوجود جميلاً، انظر لفضائل المسؤولين، فضائل المؤسسات، فضائل القبائل، فضائل الأشخاص، واذكرها وأشد بها واحضر بها، وادفن وادفن الزلات وتغاضى عنها. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي. فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. وأبشركم ببشارة أن الله حفظنا بالأمن بسبب الشريعة الإسلامية وبسبب التوحيد. قال سبحانه: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يشكرون. وضرب الله لنا أمثلة القرى، انظروا للقرى، انظروا من حولنا، انظروا من ترك الشريعة، انظروا من حارب الإسلام، انظروا من اختلفوا، كما يقول سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنعوذ بالله من الخذلان، ونعوذ بالله من الدبور، ونعوذ بالله من الخسران. يقول سبحانه: هذه القرى الواجب أنها آمنت به، وأنها اتبعت رسوله عليه الصلاة والسلام، وأنها صلت له، وأنها سجدت له. فلما أعرضت قال سبحانه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الله الله، في أن نحافظ على الإيمان والأمن والتوحيد والوحدة بصلاح، بذكر الله، بشكره. أيها الحضور الكريم، أبناؤكم وأجدادكم وأجداد أجدادكم دافعوا عن لا إله إلا الله، ومنهم من قتل شهيداً. لو تسأل عن جدك العاشر والحادي عشر من قبيلتك لوجدته قتل شهيداً، إما في تخوم المغرب أو في الراين أو في الهند أو في السند. فنحن عزتنا بلا إله إلا الله، وكرامتنا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله أن نشكر الله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إخوتي، أسألكم بالله أن تكثروا من حمد الله وشكره والثناء عليه، فإن الله وعد الشاكرين بالزيادة، ووعدهم بالفضل، ووعدهم بالامتنان، فهو الذي أعطى الأسماع والأبصار والأمن والإيمان. اشكروه كثيرا واذكروه سبحانه وتعالى، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. إخوة الإيمان، هذا الاجتماع اجتماع ناجح، لأنه عرفنا بإخواننا ولقانا بالناجحين، وهناك وحدة والحمد لله أسرية إيمانية ربانية بيننا. نصافح الكبير أبا، والشاب أخا، والصغير ابنا. فنحن كما قال سبحانه: إنما المؤمنون إخوة. وكما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خذوا ثلاث كلمات، أجمل كلمات ترددونها الآن وبعد الآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. أوصيكم بالصلوات الخمس، يحفظ الله عليكم أمنكم وصحتكم وإيمانكم ورزقكم. الثالث: اتبعوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فلا أشرف منه ولا أكرم منه ولا أبر منه، ولذلك حكمه الله فينا. يقول سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي. أبارك للجميع، تقبل الله من الجميع، وجمعنا الله وإياكم ولاة أمرنا وعلمائنا ومشايخنا وأدبائنا وكتابنا على تقوى من الله ورضوان، على الكتاب والسنة، على السلام والأمن والإيمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه مصطفاه وآله وصحبه وموالاه. لا فض فوك أيها الحفل الكريم، الوطن حق مشاع لكل الأوفياء،
ولهذا أبدع الشعراء في كيل المديح للوطن، وهنا شاعر أبدع وأجزل في حب وطنه، فصاغ شعره في كلمات تخالج الإحساس وتطرب الوجدان. إنه الشاعر المبدع عبد الله بن مهذل. فلنستمع الآن إلى أوبريت رفرف يا علم من كلماته وبصوت المنشد الكبير النداوي. أيها الحفل الكريم، مسابقة أم رقيبة حدث يتسابق عليه أصحاب الإبل من البحر للخليج ومن كل مكان، ولهذا أخذ طابع يميزه عن غيره من المسابقات الأخرى. فنبقى مع شيلات
للمنكيات الفائزة. فوز النخبة، كلمات شاعر العرب سلطان بن وسام، وأداء المنشد صالح اليامي. الهاجس الشعري تهيب واستدار، جمع شتات أفكارها المتفرقة. عجب عجب لعب الكبار مع الكبار، اشتاق له وجد فنه واعشقه. أخذت لي فترة وشعر بانتظار، يوما يفك له الطريق ويطلقه. واليوم يوم بعد مساري حال بكار، جاني على بعض الطوارق اشفقه، جاني على بعض الطوارق اشفقه. انقيتك يا عمر عقب الانتصار، يستاهل ان من القصيد معلقه. ما عاد فيها لا يمين ولا يسار، نخبه على نخبه وشمس مشرقه. والخصم من حقه على النخبه يغار، والفرق عند اللي تمتع بالثقه، والفرق عند اللي تمتع بالثقه. واليوم يا بالروق زد النار نار، والنار من يقرب لها بها تحرقه. يا بو فهد ما تنحجب شمس النهار، تجهر عيون الخصم وبالشعر قه. جولك عيال مضيم من كل الديار، من بتجح على بركه ولا محقه. عيونهم تقدح مثل قدح الشرار، روس على الدعي ما جا فيها صقه، روس على الدعي ما جا فيها صقه. تاريخنا الماضي على قبال مهار، يوم انها كانت فوق الموت وذقه. سيوفنا قد ما البلاجك القصار، دم تثاربه ودم تدفقه. يوم الجزيرة كان في شبه انتحار، والوضع مثل العجة المتصلفقه، والوضع مثل العجة المتصلفقه. اليوم فيه بالطويلين العمار، احكام شرع للجميع مطبقه. ما عاد فيها لا كبار ولا صغار، السيف والبنت القلم والاورقه. عند النهاية كلمتين باختصار، الله يعز ابو فهد ويوفقه، الله يعز ابو فهد ويوفقه. من قيدك يا عمر عقب الانتصار، يستاهل انت من القصيد معلقه. ما عاد فيها لا يمين ولا يسار، نخبه على نخبه وشمس مشرقه. والخصم من حقه على النخبه يغار، والفرق عند اللي تمتع بالثقه، والفرق عند اللي تمتع
سلايل هود وقت التحد والعناد تفرقون بقوة العزم وبعد المدى قسمكم بيض النوام يسمى وقت الطراد وخلكم تقدم وتقسم طوابير العدا وخلكم تقدم وتقسم صدارة بقوة واجتهاد مان للدنظرنا يم دقات الردى والولا والأمر كله لحكم البلاد في طلب صقر العروبة ملبينا الندى كلنا درع الوطن بزنا دوب العتاد من حيا يحمى حدودة والأموات اشهدى كلنا درع الوطن بزنا دوب العتاد من حيا يحمى حدودة كلنا درع الوطن بزنا دوب العتاد من حيا يحمى حدوده والأموات اشهدا الثناء لله علام خاصة العباد كلنا لجل شان ركوع سجدا واحد فوق الخلايق عليها الاعتماد من بدا باسم وذكر تقدى وتدا يا سلايا الهود وقت التحدي قسمكم بيض النوام يسمى وقت الطرد خيلكم تقدم وتقسم طوابير العدا من حاربكم ما تهنى عيون بالرقاد من يصافيكم يقضي حياته في الغدا من حاربكم ما تهنى عيون بالرقاد من يصافيكم يقضي حياته في الغدا علموا من يحسب انه على العرب رزاد لا دار بصور احتمينا نخبة الوضح بالفعل الوكاد من طمع في نخبة الوضح قلنا له بدا اشهد انك يا ولد روق حققت الامراض فيك علقنا الهقاوي ولا راح السدا وقفتك وقفة زعيم ثنا دون الشداد حي والله من يجمل وفلق ما بدا بالافكار اللي ثمنها يهز الاقتصاد اسمها ممشاها سند لاجلها سوق الملايين يجعل فدا اي تنقها بخيص مشاني يا سداد يوم بعض الناس تشري للمنافس
سلايل هود وقت التحدي والعناد تفرقون بقوة العزم وبعد المدى قسمكم بيض النواميس من وقت الطراد وخلكم تقدم وتقسم طوابير العدا وخلكم تقدم وتقسم الزناد وبرع ذات من حيا يحمى حدوده ولا موت شهدا كلنا درع الوطن بالزناد وبرع ذات من حيا يحمى حدوده ولا موت شهدا الثناء لله علام خاصة العباد كلنا لجل شانه ركوع سجدا واحد فوق الخلايق عليها الاعتماد من بدا باسم ودا دونها حنا الفعل مروينا الحداد نعتزي بنظيمة وانذود على ونحدا كل وضح النايفة خشم ممشها سند لاجلها سوق الملايين يجعل فدا يتنقها بخيص مشاني سداد يوم بعض الناس تشري ومشرها غدا يطبخ راسه ويقدح مثل قد حزنا اشهد النذيب والذيب
يا ولد عايض جمل على العادة تدرك كبار المواقف وتقدرها تدرك كبار المواقف وتقدرها أنت فعلك ما يبي ذكر وإشادة دون ربعك وقفتك ما تكبرها دون ربعك وقفتك ما تكبرها يا ولد عيض تجمل على العادة تدرك كبر المواقف وتقدرها تدرك كبر المواقف وتقدرها يا ولد عيض تجمل على العادة تدرك كبر المواقف وتقدرها تدرك كبر المواقف وتقدرها أنت فعلك ما يبي ذكر وإشادة دون ربعك وقفتك ما تكبرها دون ربعك وقفتك ما تكبرها ما خذ الأول بوقفتك وزيادة والمواقف اسم ربعك تصدرها والمواقف اسم ربعك تصدرها نارنا عند المواقف وقادة تسطلي وينوش الأخصام سعرة تسطلي وينوش الأخصام سعرة ما خلقنا الله للأموال عبادة ولا عادي ما نداري خواطرة ولا عادي ما نداري خواطرة يا عيال مضيم من زاد فعنادة المخارج لا حضرنا يدورها المخارج لا حضرنا يدورها كم عقيد لا طغى نخلي اشتادة خبرته عقبة تنثر عبايرة خبرته عقبة تنثر عبايرة والمزاين يوم نادى والميعادة مرهقات الصفر معدن بقادرة مرهقات الصفر معدن بقادرة دود من هو يرفع الراس بمجادة وقفته في صفحة المجد سطرة وقفته في صفحة المجد سطرة من طلب عنها تواصيف وإفادة قلت كل الصفر هذه نوادرة قلت كل الصفر هذه نوادرة كل صفر في قبلها تسنادة صورة سبحان ربنا مصورة صورة سبحان ربنا مصورة أخذت الأول على الشوط وذوادة نوم ستقوم من أكبر مفاخرة نوم ستقوم من أكبر مفاخرة خصمها تكويها وتجرع فوادة غير ذود على هدفها يشطرة غير ذود على هدفها يشطرة لو طمع في شوطها يفحم ما نحسب المواقف خسائرة لابتي لك بود الأخصام لهادة اقحطان اللي بالأول نبشرة اقحطان اللي بالأول نبشرة والله يحفظ الوطن في نار القادة دولة بالحق تصدح منابرة دولة بالحق تصدح منابرة الوطن غالي وهذا من عيادة جايزة صقر الجزيرة نقدرها جايزة صقر الجزيرة نقدرها عزها مشعل وشادة البنا شادة سيدي برعاية من عامرة سيدي برعاية من عامرة والأمير سعود بعزوم ويرادة قد منا كل الصعوبات صخرة قد منا كل الصعوبات صخرة وقفته من وقفته باه تشكر صدق المشاعر وشاعرها تشكر صدق المشاعر وشاعرها تشكر صدق المشاعر وشاعرها ايها الحفل الكريم الوفاء عنوان يتسابق عليه
كل الرجال، ولكن هيهات هيهات. وهنا شاعر أجزل في العطاء وبرهن في الوفاء، فخاض في بحور الشعر وكلماته ودرره، فحضر في شعره في أوبريت إهداء لقبيلة قحطان. إنه الشاعر الكبير محمد بن لقفص العمري، ألحان المنشد الكبير متعب الفهادي، وأداء الشبل محمد غرمان العمري، إنتاج وتوزيع شركة أيها الحفل الكريم، للفرحة لغة، وللإهداء لغة، وللوفاء لغة، وتقف مصداقية المشاعر في مساحة مشتملة كل اللغات، وفي موعد التكريم لمن يستحق التكريم والتقدير. هنا يحل بنا الصمت ونتجاوز لحظة حدود التعبير المتاح، ويظل الرمز المهدى نقش في ذاكرة الأوفياء. حروفنا هنا تعبر عن مسيرة التكريم في هذه الليلة، غلفناها بالحب والوفاء، وهذا التكريم على شرف الشيخ سلطان ابن خليل ابن قرملة. لوحة التكريم هدية للشيخ عمير بن فهد الروق القحطاني.
لوحة تكريم أخرى للشيخ ناصر بن سعيد بن مرشان الهاجري. نبقى مع لوحات التكريم للشيخ محمد بن عايض بن ظبي. لا زال التكريم مستمر، والمحبة والأخوة غلاف لهذا الحفل. أيها الحفل الكريم، يستمر العطاء والتكريم. تكريم من الشيخ عمير بن فهد الروق والشيخ محمد بن عايض بن ظبية لرجل الأعمال محمد بن فهد بن جخدم. لا زال لوحة الشرف ولوحة التكريم. هنا تكريم للشاعر عبد الله بن مهدي. كما أن التكريم من صفة الوفاء وصفة الرجال، والوفاء هنا يمثله لوحة الإعلام. هنا تحضر شركة صوافد للإنتاج والتوزيع الإعلامي لتكرم كل من الشيخ عمير بن فهد الروق. أيضاً هناك تكريم للشيخ ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري. أيضاً يستمر التكريم ويستمر لوحة الإعلام في تكريم الشيخ محمد بن عايض بن ظبي. يستمر التكريم أيها الحفل الكريم. هناك تكريم من الشيخ سعد القويفل للشيخ عمير بن فهد الروق القحطاني. أيضاً
تكريم للشيخ ناصر بن سعيد بن مرسان الهاجري. أيضا تكريما للشيخ محمد بن عايض بن ظبي. أيها الحفل الكريم، ها هو وقت الوداع حان وزمان البين آن، فنحن بعد قليل سنغادر هذا المكان، ولكنكم لن تغادروا قلوبنا وعقولنا بمحبتكم ووقفاتكم المتميزة. سنبقى على طريق الخير نلتقي، وعلى بساط المحبة نفترق. فالشكر هنا نغلفه بالمسك لضيوفنا الكرام ولأصحاب الفضيلة والسعادة ولشيوخ القبائل والوجهاء وكل المحبين والمخلصين الذين شرفنا بهم في هذا المساء. ويتواصل الشكر للفريق الإعلامي المرافق لهذا الحفل على رأسهم الأستاذ الإعلامي عايض المشعلي، ومن محدثكم علي الجبعان، فطاب مساءكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبشروا يا قحطان الفوز صدر قلبي.